أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد مولانا مولى الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. في القرآن الكريم هناك صور متعددة لعقد المقارنات وفق معايير معينة وأساليب معينة أراد الله سبحانه وتعالى من خلالها أن يخاطب عقول الناس من أجل أن يكونوا منصفين عندما يقيمون الأمور على طريقة المقارنة، لأن الإنسان يتأثر. الإنسان أحياناً موروثاته تجعله بحيث أنه يقيم الأمور بصورة غير عقلانية، لأن العاطفة تتدخل هنا، وبالتالي هذه الموروثات تترك أثرها على هذا الإنسان. فعندما يقيم أمراً ما لا يقيمه على أساس سليم، وإنما يقيمه ضمن ذلك التأثير المسبق الحاصل من ذلك الموروث. كذلك مسألة الانتماء، على سبيل المثال أنا أنتمي إلى قبيلة معينة، إلى أسرة معينة، إلى بلد معين، وغير ذلك من العناوين التي أيضاً تؤثر على الإنسان في التقييم، فتسلب منه صفة الإنصاف. الإنصاف يأتي من العقل، الإنصاف يأتي من أن هذا الإنسان اتبع حكم العقل، وبالتالي ابتعد عن تأثير العاطفة في عملية التقييم. هنا الإنسان عندما يتأثر بالانتماء لأنه ابن فلان أو من القبيلة الفلانية أو القومية الفلانية أو من أتباع الدين الفلاني أو المذهب الفلاني، لا شك بأن هذا الإنسان أيضاً سيتأثر تقييمه عندما يقع في دائرة المقارنة بين هذا الذي هو ينتمي إليه أيضاً وبين ذاك الذي لا ينتمي إليه، بين هذا الذي هو أقرب إليه وذاك الذي أبعد. الله سبحانه وتعالى عندما يقدم لنا أسلوب المقارنة يخاطب العقول ولا يخاطب العواطف، يقول هذه عقولكم ألبابكم، يجب أن تفعلوها في اتجاه التقييم الذي ينصف الناس أو ينصف المجاميع أو ينصف الموقف الفلاني، فيعطي لكل حقه. هذه صفة ضرورة أن تتوفر في الإنسان المؤمن، بل في كل إنسان. واحدة من الأساليب التي استعملها القرآن الكريم في عملية المقارنة هو استعمال كلمة يستوي. تكررت هذه الكلمة في هذا الأسلوب 12 مرة في القرآن الكريم. 12 مرة استعملها القرآن بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، بشكل تصريح وبشكل كنائي، للدلالة على أن الإنسان عليه أن يقيم بشكل يكون فيه منصفاً في تلك المواقف. نأخذ بعض الأمثلة. مثال الأول في سورة النساء الآية 95، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. هذا تصريح، لا يستوي، العبارة واضحة ما تحتمل أي معنى آخر. لا يستوي، هذه فئة وهذه فئة، هذه عندها عذر ما استطاعت أن تخرج، أن تساهم في القتال، وفئة أخرى خرجت، ما ممكن أن هذه تستوي مع هذه. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. طيب، آية أخرى في سورة المائدة آية 100، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل لا يستوي الخبيث والطيب، أيضا هذا تعبير صريح بعدم الاستواء،
ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. في سورة الأنعام آية 50: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. هذا أسلوب غير صريح، لأنه يطرح بشكل سؤال: هل يستوي؟ فالكرة تلقى في ملعب من؟ في ملعب المستمع، عليه أن يفكر ثم يجيب، وعليه أن يكون منصفاً هنا. هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي الأعمى والبصير. وبالتالي هنا بشكل غير مباشر تتم المقارنة أيضاً بأسلوب استعمال كلمة يستوي. في سورة النحل 76: وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا نموذج. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ممكن؟ أيضاً هذا سؤال. إذن هنا استعمال هذا الأسلوب أيضاً بشكل غير مباشر بعدم التصريح. في سورة الحديد الآية 10: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد. هذا تصريح: لا يستوي، وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. واحدة من الآيات القرآنية التي قارنت أيضاً بين فئتين الآية التالية التي ستقارن بين الذين يملكون العلم وبين الذين يفتقدون إليه. ما معنى يملكون العلم؟ بعد قليل راح نوضح هذه الفكرة، ولكن الآية القرآنية هكذا: أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الآية القرآنية في فقراتها قدمت ثلاثة عناصر رئيسة تكون الشخصية الإيمانية، شخصية الإنسان المسلم صاحب النزعة الإنسانية، هذا الإنسان الملتزم في علاقته مع الله عز وجل من جهة، وهذا الإنسان الذي يرتقي من خلال هذه العلاقة مع الله في سلوكه مع الناس ويرتقي في إنسانيته. ما هي هذه العناصر الثلاثة؟ العقل والعلم والإقبال على الله سبحانه وتعالى بتلك الصورة المذكورة في الآية القرآنية. العلم هو الذي يهيئ الأرضية، هو اللي يقدم المعرفة. أي معرفة؟ المعرفة التي تفتح بصر الإنسان على الآفاق المختلفة، سواء في المجال العلم الطبيعي أو في مجال العلوم الدينية أو العلوم العقلية. في النتيجة هي معارف تهيئ الأرضية للإنسان. ثم يأتي دور العقل من أجل أن يقيم ما يصل إليه الإنسان من أمور، وأن يقيم مواقف الإنسان في هذه الحياة، وبالتالي يوازنها، يعني يجعل هذا الإنسان بحيث يستطيع أن يسير في الحياة بشكل مستقيم إلى أن يصل إلى اللحظة التي يحاسب فيها بين يدي الله عز وجل فيكون من الفائزين. ما هو البعد المعنوي والروحي في مسيرة هذا الإنسان المؤمن؟ هو العنصر الثالث: علاقته المميزة بالله عز وجل، السجود والقيام بين يدي الله عز وجل في الليل مع الدعاء والرجاء والخوف من الله. هذه العناصر تغلف تلك الحالة العقلية التي والعلمية التي يمتاز بها هذا النموذج من الناس، النموذج الذين فضلهم الله عز وجل على من لا يملكون هذه العناصر أو يملكون بعضها، يعني يملك البعد
معنوي مع الله لكن لا يملك البعد العلمي أو لا يملك البعد العقلي، هو أيضا له قيمة عند الله، ولكن لا يستوي مع من جمع كل هذه العناصر الثلاث التي ذكرتها الآية القرآنية. المفسر ابن عاشور عنده التفاتات لطيفة حقيقة في جو هذه الآية القرآنية. ماذا قال؟ قال: وعدم المساواة، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول هذا لا يساوي هذا، أو اسألوا أنفسكم هل هذا يستوي مع هذا، عدم المساواة يكنى به عن التفضيل، يعني هو أسلوب غير مباشر تتضمن رسالة إن هذا أفضل من هذا، عقلكم يحكم أن هذا أفضل من هذا، لا تتهربوا من هذا ولا تكونوا غير منصفين. والمراد تفضيل الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، كقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين، النساء 95 إلى آخر الآية. فيعرف المفضل بالتصريح مثل ما ذكرنا كما في الآية لا يستوي القاعدون، أو بالقرينة يعني بأسلوب غير مباشر كما في قوله هل يستوي بصيغة سؤال، هذا غير مباشر لظهور أن العلم كمال. لما يقول هذا اللي عنده علم هل يستوي مع ذاك اللي ما عنده علم؟ لأن العلم كمال، فإذا ما يستوي معه، إذا هذا قيمته أعلى. ولتعقيبه بقوله إنما يتذكر أولو الألباب. ثم بعد ذلك ابن عاشور ينبه على نقطة مهمة جدا، يقول: وفعل يعلمون في الموضعين منزل منزلة اللازم فلم يذكر له مفعول. يعني ماذا؟ وما قيمة هذا الكلام؟ أنت عندك الفعل مرة يكون لازم، مرة يتعدى إلى مفعول، مرة يتعدى إلى مفعولين. الفعل اللازم مثل شنو؟ تقول جلس زيد، خلاص أخذ فاعل، فعل وفاعل وانتهينا، ما في مفعول. جلس زيد، نام زيد، قام زيد، فعل لازم. عندنا فعل متعدي ياخذ مفعول واحد، قرأ زيد الكتابة، اخذ مفعول واحد. وعندنا فعل متعدي الى مفعولين ياخذ مفعولين، ما يشبع، يحتاج مفعول ثاني حتى يعطي المعنى كامل. شو تقول؟ علم زيد الكتابة نافعا. كلمة علم هذا الفعل ياخذ كم مفعول؟ اثنين. هنا ابن عاشور يقول مع أن هذا الفعل متعدي، يعلم متعدي، ولكنه استعمله الله عز وجل بدون مفعولات، هو يبي مفعولين، الله ما أعطاه أي مفعول، جعله بمنزلة اللازم، كأنه قال قام زيد. لماذا؟ يقول: والمعنى الذين اتصفوا بصفة العلم وليس المقصود الذين علموا شيئا معينا. الله يتكلم عن نموذج العلم، عنده شيء أصيل، صفة أنه يعلم شيء أصيل، ما هي قضية طارئة معلومات معينة عند هنا أو هنا، لا، صفة العلم عنده راسخة ثابتة أصيلة، ويستعملها في حياته، يفعلها في حياته، بحيث أن صفة العلم هذه تجعله إنساناً عقولاً وإنساناً مقبلاً على الله سبحانه وتعالى. إنسان لا يملك مجموعة من المعلومات، بل إنسان يملك العلم بمعنى أنه عالم، وهذا العلم له آفاق كثيرة وله آثار كثيرة. إذن هي صفة راسخة، وليس مجرد أن قرأ كتاب وحصل له شوية معرفة، أو استمع إلى حديث وحصل له شوية معلومات، لا 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 أبدا. الله يتكلم عن نموذج آخر، هذا الذي لا يستوي مع ذلك النموذج. وقد دل على أن المراد الذين اتصفوا بصفة العلم، واللي أكد هذه الفكرة، قوله عقبه إنما يتذكر أولو الألباب، هذا النموذج
عقله شغال على طول، لبه شغال على طول، لبه يوجهه بشكل دائم، أي أهل العقول والعقل والعلم مترادفان، أي لا يستوي الذين لهم علم فهم يدركون حقائق الأشياء على ما هي عليه وتجري أعمالهم على حسب علمهم. أولاً بصيرة عندهم، ثم هذه البصيرة منعكسة على سلوكياتهم، قراراتهم، أفعالهم. مع الذين لا يعلمون فلا يدركون الأشياء على ما هي عليه، بل تختلط عليهم الحقائق وتجري أعمالهم على غير انتظام. تلقى مرة ماشي عدل، مرة يلخبط، مرة يعرف شنو القرار، مرة ما يقدر يوصل لقرار، مرة عنده معرفة في هذا المجال، ما عنده معرفة بهذا المجال. هذا ما يستوي مع ذاك اللي عنده المعرفة والعلم والبصيرة بشكل دائم. طيب، ما الذي يكشف عن أن هذا النموذج عند هذا المستوى من العلم؟ أنه من النموذج الأول الذي يعلم وليس عند معلومات. ما الذي يكشف؟ أولاً أقواله على طول مسيرته في الحياة، ثانياً مواقفه، لأنه قال قبل شوي ابن عاشور أن هذا منعكس على حياتهم، وثالثاً ردود أفعالهم في المواقف. شوف، عنده اتزان، عنده مواقف سليمة، عنده مواقف حكيمة. بالتالي هذا اللي يكشف. من هنا كان تقييمنا في تفضيل أمير المؤمنين علي عليه السلام على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قائماً على عناصر، وليس قائماً على قضية تعصب في الانتماء. نرجع إلى النقطة الأولى، نحن لا نقيم هنا على أساس انتمائنا وعلى العنوان الذي نحمله شيعة علي، ليس على هذا الأساس، وإنما قائماً على أساس التفضيل. التفضيل القائم على ماذا؟ على أساس الإنصاف، على أساس حكم العقل، من خلال القراءة المتأنية للشواهد الكثيرة على مستوى أقوال علي وأقوال غيره، على مستوى أفعال علي وأفعال غيره، وعلى مستوى ردود أفعال علي وردود أفعال غيره. عندما نقيم هؤلاء وعلي عليه السلام لا نستطيع إلا بالإنصاف وبالعقل أن نحكم بأفضلية علي عليه السلام، لا من باب الإساءة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: أنا عندما أقيم لكم هذه الأمور وكلاً وعد الله الحسنى، ولكن ما تستطيع أن تجعل هذا في كفة هذا. هناك عدم إنصاف حينئذ إن وضعتهما في كفة واحدة. فإذا نحن في تفضيلنا لعلي وفق أسس معينة، إنما نقوم وفق المنطق القرآني في عملية مقارنة من أجل أن نصل إلى هذا الأمر. ولست هنا بصدد أيضاً في حديثي في هذه الليلة إلى الليلة الثالثة، لست بصدد حشد الروايات التي تتحدث تحت منطق أعلمكم علي، أقضاكم علي. هذه الروايات وإن كانت ذات دلالة، ولكن من الممكن أن تضعف من قبل الأسانيد مثلاً، أو من الممكن أن يقول أحدهم أن هذه قد جاءت وفق ظروف معينة أراد فيها النبي صلى الله عليه وآله أن ينتصر لعلي عليه السلام، فقال أو يطيب خاطر علي فيقول أعلمكم علي، أقضاكم علي، أو يكون متأثراً ضمن موقف معين. أنا لن أحشد هذه الروايات بهذه الصورة من أجل تأكيد هذه الفكرة، ولكن سأحشد الروايات والنصوص الكثيرة المبثوثة في كتب المسلمين والصادرة في المواقف المختلفة، سواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أو بعد ذلك، بما تتضمن الشواهد، تلو الشواهد على أن علي عليه السلام على مستوى الكلمة وعلى مستوى الموقف وعلى مستوى ردة الفعل كان أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله دون مواربة ودون شك. لكن حديثي سيكون مركزاً على الجانب العلمي، على الإرث العلمي الذي وصلنا منه ما وصل عن علي عليه السلام في هذا المجال. وقبل ذكر الشواهد،
أريد أن أنبه على نقطة، هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد حدد مرجعية أمير المؤمنين علي عليه السلام، المرجعية الدينية، في حديثي، في نصي، في كلامي، فيما جرى يوم غدير خم في 18 من ذي الحجة في السنة 10 من هجرته صلى الله عليه وآله. النبي في كلامه في البداية حدد المرجعية الدينية لعلي عليه السلام على المسلمين، قال لهم: أنا تركت فيكم أمرين، أحدهما علي بن أبي طالب تعودون إليه في أموركم الدينية، ولن يجعل النبي صلى الله عليه وآله علياً في هذا المقام إلا لأنه يملك المقومات. أية مقومات؟ ليست مسألة معلومات، وإنما يملك العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون؟ علي عليه السلام كان من هذا النموذج الذي يعلم، بحيث يستطيع أن يكون على طول الخط، هو المرجعية الدينية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. علامة الأميني جمع نصوص الغدير من كتب المسلمين، وطبعاً عادة الرواة يأتون بمقاطع مختلفة، جمع هذه المقاطع. الصورة الأولى في مقدمة هذا النص هكذا: أن النبي صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم قال: الحمد لله، ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. طبعاً في نصوص متعددة، روايات، في إضافات، في بعضها فيها نواقص. المهم فيما قال كما روي عنه: وإني أوشك أن أدعى فأجبت أو فأجيب، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ أنا على وشك مغادرة هذه الدنيا، على وشك الرحيل، وأنا كانت عندي أمانة، كانت عندي مسؤولية، تشهدون لي أني تحملت هذه المسؤولية كما ينبغي؟ تشهدون لي أني تحملت هذه الأمانة وأديتها كما هو المفروض أن أؤديها؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت، فجزاك الله خيرا. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ وأن جنته حق، وناره حق، وأن الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى، نشهد بذلك. قال: اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، ألا تسمعون؟ يريد أن يطمئن أن كل الحضور بذلك الجمع الكبير تصل إليهم تلك الكلمات. قالوا: نعم. قال: فإني فرط على الحوض، أنا سابقكم على حوض الكوثر، إذن أنا مغادر، وسيكون مكان تجمعنا والتقائنا في عالم الآخرة عند ذلك الحوض، وأنتم واردون علي الحوض، وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى، يعني مساحة ضخمة جدا ما بين صنعاء في اليمن إلى بصرى جنوب الشام، هذه المنطقة تخيل بحجم الجزيرة العربية، هذا حوض الكوثر، فيه أقداح عدد النجوم من فضة، هذه الأقداح من فضة، وبعدد النجوم بمعنى الأقداح، هذه ضخم عددها كبير جدا. فإذا هذا دلالة على أن الذين سيلتقون برسول الله صلى الله عليه وآله، وإن شاء الله نكون منهم في ذلك اليوم ونجتمع عنده عند ذلك الحوض، بعدد ضخم جدا كأعداد النجوم. فانظروا هذا اللقاء سيأتي، لا تخذلوني، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين، انظروا سأترك فيكم ثقلين، أمرين مهمين جدا، مرجعين مهمين جدا، ضمانين يضمنان لكم أن تلتقوا معي عند حوض الكوثر. فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله، طرف بيد الله عز وجل،
وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا. اللي تمسك بالقرآن لن يضل. والآخر الأصغر عترتي وإن اللطيف الخبير. العترة هم أهل الرجل من أقربائه، الأقرباء من أهل بيت الرجل. والآخر الأصغر عترتي، وهنا يعني هذا الأمر نفس التعبير العترة، ولم يستخدم عنوان أهل بيتي في تحديد وخصوصية، هم الأقربون. والآخر الأصغر عترتي وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يتفرقا، في رواية لن يفترقا، حتى يردا على الحوض أو حتى يردا علي الحوض. فسألت ذلك لهما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. إلى هنا من كلام النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير كلام عن المرجعية الدينية. هنا النبي يشخص أن مرجعيتكم الدينية، معرفتكم الدينية، تصحيح مساركم في علاقتكم بهذه الرسالة يتم من خلال هذين العنوانين، من خلال هذين المرجعين، القرآن وعترته. وعلى رأس عترته لا شك هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام في حد ذاته يدل على أعلمية علي على سائر أصحاب رسول الله، وإلا ما كان يختار علي من بينهم لأن يكون المرجع لهم في المعرفة الدينية. عندما يضع القرآن الكريم كمرجع أول وأكبر، القرآن هو يحتوي على العلم ما لا يحتويه أي شيء آخر. كذلك العترة عندهم من العلم ما لا يملكه الآخرون، ولذا كانت مرجعيتهم مع القرآن الكريم. بعد ذلك تحول رسول الله إلى الحديث عن الحاكمية السياسية، عن السيادة الولائية، بمعنى أن النبي يحدد من الذي يقود المجتمع من بعده على أرض الواقع، بخلاف موضوع المرجعية الدينية، من الذي يقود هذا المجتمع. ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رؤية بياض إباباطهما وعرفه القوم أجمعون، عرفوا أن هذا المقصود هو علي، شخصوه. فقال: أيها الناس، من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. من يعتقد بأن الله هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من يعتقد بأن رسول الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من يقدم حاكمية الله على رأيه، من يقدم حاكمية رسول الله على نفسه، فأنا أقول لكم لعلي حاكمية وسيادة بمستوى حاكميتي عليكم، وبالتالي عليكم الاتباع كما تتبعوني. يقولها ثلاث مرات، كرر العبارة، وفي لفظ أحمد إمام الحنابلة أربع مرات، ثم قال: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. ونحن اليوم أيضا نكرر كلمة النبي ونبلغ كوننا شهدنا من خلال هذه الروايات، نبلغ الغائبين من أجل أن يستمعوا إلى الكلمة النبوية. طبعا من القصور أن نحدد حديث الغدير في الإطار الولائي في الحاكمية السياسية، كما عادة تنصرف أذهان الناس عندما يقولون حديث الغدير، يتصورون أن القضية هي قضية فقط مسألة أن علي حاكم، خليفة، رئيس دولة، قاضي، قائد عسكري وما أشبه ذلك من العناوين. لا، هذا العنوان جاء بالتبع، هذا العنوان عنوان فرعي، هذا العنوان عنوان ثاني
العنوان الأول والأهم والذي عليه قوام الإمامة، وهو المسألة الأهم في مسيرة الرسالات، وهو المسألة الأهم في مسيرة النبوات، هو مسألة المرجعية الدينية. دور النبي الأساسي هو التبليغ، هو التعليم، هو ربط الناس بالله عز وجل. وهكذا أوصياء الأنبياء الذين نهضوا بالمسؤولية من بعدهم، ومن بينهم عنوان الأئمة. هؤلاء وعلماء الدين الذين يحملون أيضا المسؤولية من بعدهم، كل من يحمل عنوان الرسالة في الأساس هو يقوم تحت إطار المسؤولية الدينية، المرجعية الدينية. أما مسؤولية الحاكمية السياسية والدور السياسي وغير ذلك هي تأتي بالتبع. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، هذا النبي كان يقوم بدور المرجعية الدينية، ابعث لنا ملكا، نحتاج إلى قيادة سياسية. إذن القيادة السياسية تأتي كأمر آخر، بمعنى أن هذا النبي يبقى نبيا لأن عنده المرجعية الدينية، لأن عنده هذا العنوان الذي من خلاله تتقوم به النبوة، ولا يسلب منه عنوان النبوة إن لم يكن ملكا. ولذا قالوا: نحتاج إلى ملك، أنت لكبر سنك مثلا أو لصفات معينة في هذا النبي ما استطاع من خلالها أن يقود ذلك المجتمع، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن الله سبحانه وتعالى أبقى هذا النبي نبيا حتى عندما عين لهم طالوت ملكا، الله اختار لهم طالوت ملكا. فإذن المرجعية السياسية أو القيادة السياسية مسألة تابعة، مسألة فرعية وليست الأساس في عنوان النبوة. هكذا تماما عنوان الإمامة من بعد رسول الله قوامها المرجعية الدينية، أن يكون من الذين يعلمون، الذين لا يستوي معهم الذين لا يعلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه أدوار الرئيسة للنبي صلى الله عليه وآله. ولذا فإن إمامة علي عليه السلام لم تسقط عنه عندما منع من أن يؤدي دوره الثاني الذي ذكره النبي في يوم الغدير، وهو: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه السيادة ما مارسها علي عليه السلام على الأرض إلى مدة 25 سنة تقريبا، ولكن هل سلبت منه الإمامة عندما لم يمارس هذا الدور؟ لا أبدا، بقي هو المرجعية الدينية التي اختارها الله واختارها رسوله صلى الله عليه وآله من بعده. هذا بمثابة الشاهد الأول على أعلمية علي وتفضيله في العنوان العلمي على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، دون أن يعني ذلك الإساءة إلى أصحاب رسول الله وإلى عنوان الصحبة، ولكن هذا هو المنطق القرآني. وكلا وعد الله الحسنى، ولكن هل يستوي هذا مع ذاك؟ لنا حديث إن شاء الله ووقفة أخرى مع مزيد من الشواهد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسونا من دعائكم في هذه الليلة.